اليوم فقرتنا الطبية رح تكون عن البلازما، خاصة أنها قدرت تثبت فعاليتها وتأثيرها على البشرة وقدها عم تعطي نتائج إيجابية، وبنفس الوقت عم تحل بعض المشاكل إن كانت بالشعر أو البشرة، ونوعا ما تعتبر آمنة وما تم ملاحظة أي سلبيات إلها. لهيك رح نشرح عن فوائدها وعدد الجلسات اللي لازم نتبعها. البلازما هي أحد العناصر الحيوية بجسم الإنسان اللي بتشكل 55% من حجم الدم، بنحصل عليها من خلال سحب الدم من الشخص نفسه، وضعها في أنابيب مخصصة، وتوضع هذه الأنابيب بجهاز اسمه جهاز الطرد المركزي بسرعة معينة خلال وقت محدد. بهي العملية بيتم فصل الدم لمكونين، اللي هو فصل مكونات الدم عن الكريات الحمراء. السائل الأصفر هو اسمه البلازما الغني بالصفيحات الدموية. طبعا الصفيحات الدموية غنية بالسيتوكينات وعوامل النمو اللي بتزيد من انتاج الكولاجين بالبشرة وبتحفز الكولاجين وعوامل النمو الثانية. فوائدها على الشعر، بما انه الصفيحات بتحفز انتاج الكولاجين بفروه الراس، فهي بتنشط البصيلات الموجوده وبتنشط انتاج بصيلات جديده، وبالتالي بتمنع التساقط، بتحل مشاكل فروه الراس، وبتاخر الصلع الوراثي اللي ممكن يحصل عند بعض الاشخاص. وكمان البلازما كتير مهمه بعد عمليات زراعه الشعر، لانه هي بتنشط البصيلات المزروعه بشكل كتير كبير. اما على البشره كمان، بما انه هي بتحفز الكولاجين، فلما بتحفز الكولاجين بالبشره بتزيد النضاره، بتزيد لمعان البشره، بتعطي امتلاء خفيف، بتحل مشاكل الخطوط الرفيعه والتجاعيد البسيطه، كما انه هي بتساعد بحل مشاكل الندب الخفيفه الناتجه عن حب الشباب اللي ممكن نصاب فيه بعض الاشخاص، وبتعطي مرونه كمان لليدين، بحقنها باليد بتعطي مرونه، بتزيد الترطيب بالجلد بشكل كتير كبير. طرق الحقن بتتم إما بالإبر العادية أو بجهاز الترموبين أو بالديرما رولر، لحتى نوصل على طبقة البشرة اللي لازم نحفز فيها الكولاجين مشان تعطينا النتائج المرغوبة. طبعا مو كل الأشخاص فينا نحقن البلازما، الحامل ما فينا أبدا، الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالدم ومشاكل بالصفيحات الدموية، بالإضافة الأشخاص اللي بيتناولوا الأسبرين. بالنسبة للبشرة ممكن كل شهر نعمل جلسة بمعدل 4 جلسات أو ممكن أكثر حسب المشكلة اللي نحن بدنا نعالجها. أما بالنسبة للشعر كل 15 يوم فينا نعمل جلسة، كمان عدد الجلسات بيتحدد حسب المشكلة اللي نحن بدنا نعالجها، حسب السوق تبعه بتمد الجلسات أكثر. نتيجة البلازما دائما بعد أسبوع من الحقن بنبلش بنلاحظ في عنا صار نضارة، لمعان بالبشرة، بتغير مرونة البشرة كلياتها. فينا نعمل البلازما خلال فصل الصيف، بس بدنا نعطي توصيات للمريض انه ما بصير يمشي تحت الشمس المباشرة بعد الحقن مباشرة، وضع الواقي الشمسي ووضع الفوسيدات بالبيت صبح مساء خلال 2 أو 3 أيام. مسموح نحقن البلازما بفصل الصيف مع اعطاء توصيات للمريض بعدم المشي تحت الشمس المباشرة بعد الحقن مباشرة، وضع الواقي الشمسي بعد الاجراء والفوسيدات صبح مساء بعد 3 أيام من الحقن. مرغوب جدا انه نحن نضيف مواد داعمه مع البلازما، واللي هي الميزوثيرابي، اللي بتكون حاويه على تراكيز وكميات كبيره من الفيتامينز والاحماض الامينيه. طبعا فينا نضيف خلايا جذعيه مع البلازما بتعطينا نتائج افضل اسرع بفترات زمنيه اقل من البلازما لحاله، لانه بتتآزر يعني فعل البلازما مع فعل الميزو بتعطينا نتيجه اسرع.